مرحبا مره ثانيه باليوتيوبر ديالنا فولو ياسمين، وغادي ندخل مباشره باش نقول لهم، ولكن قبل بغيتك تقولي لنا شنو اللي زادتك الشركه ديال اكابيجو، يعني كيفاش مسار طويله وعريض. مرحبا بكم. اول حاجه الكتالوج الجديد اهنيه علينا، هذا الكتالوج الجديد وفيه لي موديلات طوب ديال طوب ديال طوب. واحد الحاجه زوينه، يعني اخر مره كنت تلاقيت مع جميله اونلاين كنت في البدايه ديالي ديال اكابيجو، يعني تقريبا هذه اكثر من 3 سنين ما شاء الله في هذه الخدمه مع هذه الشركه، يعني قدرت نحقق بزاف د الحوايج ما قدرتش نحققهم هذه 10 سنين عشان. يعني هذه الخدمه اللي خدمت الحمد لله. اول حاجه كانت عندي مشكله في داري ديال الماء والضو، يعني كنت مشاركه في المكانه، الحمد لله قدرت انني ندفع برطمتي بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله غادي ناخذ هذا الكريدي ان شاء الله. برافو بهذه الشركه المباركه ديال اكابيجو، يعني لو انني ما خدمتش في اكابيجو ما غاديش نوصل وما قدرتش نحقق هذه الحوايج. الله يخليك. وهذه هي المغربيه المثابره واللي دائما كتخدم، يعني المراه دير ماما هذاك الكردة، المرأة المغربية البنات ملي كتبغي واحد الحاجة كتوصل ليها. انتي قررتي وقلتي جميلة أنا غادي نتحدى كل شيء وغادي نخدم على راسي ومن داخل دارك. بيان سور. هذا هو هذا هو الحاجة المهمة. وليداتنا مغدينهم مفطرينهم مقابلين رجالاتنا أو أو ميم بو خدامين. وكيجيو عندك الكليات باقي لها تفرطا. بيان سور. غير فاش جيتي دار واحد شحال بقات كتسنى غتحماق عليك. تحية ليها الخضري رشيدة شحال هي تسنى فيك قالت لي غادي جميلة راه عزيزة عليك بزاف. ساعه تعطلت صافي مشات وقالت لي بلغي ليها السلام. الله يسلمك. يعني انا من داري الحمد لله الناس كيجوا عندي من المعارف من بيسي جور من الكازا كامله تقريبا. غادي نهضر شويه صافي وانا اللي غندخل. انا شخلاوي مرحبا بيا عندكم، مرحبا بمتتبعات جميله اونلاين الغزالات الفنات الوافيات، تحيه لكم كبيره كبيره، وكنشكركم على الثقه وعلى المصداقيه انكم تقدموا معنا الصراحه في الفيديو السابق اللي درنا. ما شاء الله دخلوا عندنا كميه كبيره من الناس ديالك وشراو مع عندنا وتسجلوا معنا، وتبارك الله اختيتو جميله ما شاء الله راه ولاو معنا الناس جاونا من عندك ولاو كيتفيشوا الماندا ديال 5000 درهم. الله 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 من قناتك جاو دخلوا عندنا وتسجلوا معنا ما شاء الله. منهم اسماء اللي خدمت منهم ناديه تاونات راه كتوصل 7000 درهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اسماء كتشد 5000 درهم وزيد وزيد. حياه الحضري استاذه مظاهره في مدينه اكادير. هذيك راه مليون، هذيك راه صافي تشات لنا 10000 درهم. احنا المجتمع كاملين الحمد لله خدامين والحمد لله قدروا يحقوا صالير، ولكن هل اللي بغيت نقول لكم ان هذه فرصه كيف ما شفتونا اليوم فاستغلوها. أيوة ما تخلوش دوز لكم مرور الكرام، حيت انا شحال من شركات خليتهم دازوا عليا مرور الكرام والحمد لله شفت فيهم الناس ووصلوا حقوا يعني احلام كبيره. فحتى نتوما اختي انت اللي كتشاهدينا وعندك ازمات سواء مع راجلك مع وليداتك وسيرتو دابا كل شيء غلا كل شيء غلا، فما تضيعوش هذه الفرصه واجوا انضموا لينا. وكتابعوهم سمحي لي كتابعوهم، يعني اللي غادي ما كنعرف والو ولا بلاش ما تيخربقوا ما تبقاوش تقولوا هكا، الا بقينا كنقولوا هكا غنبقاو في بلاصتنا وما غنديروا حتى حاجه، ما غنلبسوا ذهبنا ما غنشريو اكسسوارات اللي بغينا ما غنلبسوا حوايجنا غنبقاو حنا. راه كنا كنقول الحمد لله راضيين، ولكن كتبغي حوايج. واش ولدك الا قال لك بغيت واحد الطابيط ولا بغيت التليفون ولا بغيت تبرديله تقول ما عنديش، راه هذا لا تقهرنا. دونك خصنا نوضوا كاملين نخدموا، ولكن حنا دائما كنهضروا على التسجيل، لان الا تسجلوا شنو غيستافدوا؟ اول حاجه الا تسجلتي طالعه واكله نازله واكله والله الاولى انك غتزرزري راسك وباثمنه ناقصه يا خيتي يا خيتي ناقصه في الثمن، هذه وحده. ثاني حاجه انك غتولي تبيعي وتشري وبالثمن، يعني غادي تولي حتى هو عندك واحد بونسونطاج ديال 30%. والناس اللي تقيدوا معاك وعاده باش الثالثة نسيتها، والناس اللي تقيدوا غتولي لا 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 يعني تخيلي تولي ما تخدمي ما تردمي غير هذوك الناس اللي خدمتي اللي سجلتي تحت منك هما كيخدموا وانتي كيطلع لك واحد هذا، يعني كيتسمى التسويق الشبكي، وهذا التسويق ديالنا حلال ماشي حرام. صح برافو عليك غتعاودي هذا التسويق 100%، حيت كاين التسويق الشبكي وكاين التسويق العربي. حنا كنخدموا على التسويق الشبكي اللي حلال وفلوسه حلال والحمد لله، اللي شرات دار لوالديها، اللي شرات طوموبيلتها، اللي عاونت باها في العمليه، اللي دخلت وليداتها للمدارس، اللي حققت احلام ما كانش كتمنى فيهم مع اكابيجو.
وحتى هاد الناس اللي يقولوا لا راه غير مثلا غير هاد السيده مثلا بحال الاستاذه سميره ولا فول ياسمين هما اللي غادي يستافدوا، راه حتى انا مثلا تخيلت مع فول ياسمين هذوك البنات اللي غادي يقيد انا حتى انا غادي نتخلص عليهم، وهي غادي كل واحد تيقيد تتكون تحت منه واحد البنات بزاف يتسموا بناتها مثلا القيده مثلا فول ياسمين وانا جميله الاختي قايده قايده لا دابا انا راه قايده جميله انا راه ترقيت ما بقيتش قايده وليت مديره اللهم صل على النبي يا اختي كاينه قايدين دابا انا وليت مديره كلها قايده سجل فابور من دارك غنسجلك ونعلمك كيفاش تخدمي ونعلمك كل شيء من دارك اول حاجه تسجيل فابور زيرو درهم من زيرو درهم تقدري تولي عندك خلصه ديال 10000 درهم سميه والكنيه ونمره لاكارت فقط وبطبيعه الحال يعني السيده اللي غتواصلوا معها هي اصلا راه استاذ يعني ما عندكم مناش تخافوا واصلا احنا الحمد لله ما عندنا مناش تخافوا و تبارك الله جميله اونلاين ما شاء الله عليها راه هي عارفه الناس اللي كيخدموا معاها واللي كتخدم معاها شركه كبيره تبارك الله حتى الناس ما شاء الله في مستوى جيد دونك ما نزيدوش نطول عليكم غادي نوريكم لي زاكسسوار شنو كاين والمده ديال الضمانه شحال وشحال تيبقاو عندكم وقبل ما ندخل لمده الضمانه الضمانه هي عندي انا هذا البنات راه 3 سنين وما عندي هاد الثوره هذه ديال الريالات راه ما نقولكمش راه كتبقى هي هي صبري بيها عمري بيها على بيسي البحر دوشي وعيط الجيران يدوشوا يلا البنات ندخلوا ونبداو معايا سنين ثم انضموا معنا هاد الحصيره كيف ما كتشوفوا هاد الحصيره راه فيها لي طاي شوفوا معايا الدك ديال الذهب الدك البلدي وها هو الطابع الا شفتوا شفتوا ها هو الطابع شي حاجه غزاله هذه خطيره عمي بها شقي بها غسلي بها ما تخافيش منها هادو هادو ديال فيني ها هما ديريهم غيجوك فيني وين في وليداتك شوفوا معايا هادو بلاتي انا وقفت فريد هاد البراسلي بعد اول حاجه يعني هو مصايبينو خصيصا لتخليد الذكرى الطبيب النفسي الانجليزي فرويد وهذا كيلبسو عيالات ورجاله بغيت نحلو لكم باش تشوفوا السداده ديالو كيفاش دايره غزاله البنات وفي اللبسه فنه وفيه الذهب الابيض والذهب الاصفر يعني شي حاجه طب انا حيت عندي واحد في المره تسلفتو غير لجارتي دابا اللي كيشوفني لابسه كيسولني عليه وعاده باش عندنا هذا الموديل ديال لا ريفيير كيف ما كتشوفوا جاي سيغطي بالحجر من الوسط ومن هنا في هاد ليتوش كاين في هاد الكبير وكاين في الصغير سا ديبون والحجر راه بيان فيني شفتي جميله شحال زوين واش السداده ديالك كيعجبني انا الفينيسيون كيديروا لك شي حاجه لا فينيسيون طوب دي طوب دي طوب وراه سلعه فرنسيه بطبيعه الحال غادي يكون وعاده باش والفورنيسور ديالنا هو سي ان سي ان راه مشهور عالميا يعني راه ماشي سي ان ولا لا يخطيكم ما سخيناش بيكم